السلام عليكم، تمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدو كيك ديال الطبقات اللي زوين بزاف. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وجيم الفيديو والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وفرجة ممتعة. عندنا جوج بيضات، غادي نحتاجو قبيصة ديال الملح، نحتاجو 6 معالق ديال السنيدة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. غادي نطربو هاد الكمية. نضيفو 6 معالق ديال الزيت. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. نضيفو 6 ديال الحليب. نضيفو خميرة وحدة. غادي نطربو هاد المكونات مع بعض. كيف كتشوفو، أنا المول عندي اللي كان نحلوه من جناب دهنتو بالزبدة رشيتو بالدقيق، كيف قلت لكم مشى على الفران قبل يسخن. غادي نشوفو الخليط ديالنا في المول. عندنا نصف لتر من الحليب، غنضيفو ليه معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، نضيفو 3 معالق ديال مايزينا أو النشا، ونضيفو 3 معالق ديال السنيدة. بعد ما حركته مزيان كنحطه فوق النار حتى كيعقد لينا، ومن بعد كنضيفوه فوق الكيك اللي طيبنا اللي عقد لينا الحليب و
اللي درناه مع مايزينا ومعلقه كبيره ديال الكاكاو السنيده، درناه فوق العافيه حتى عقل، وضفته فوق الكيك ديالنا. عندي 4 ديال السريبي، غادي نفرغهم في كسرونه. نضيف لهم 4 المعالق ديال النشا والميزينة، غادي نخلطوهم مزيان وغادي نحطهم فوق النار حتى كيعقد لينا ريبي. من بعد كنضيفوه فوق هاد الطبقه اللي هي كيف كتشوفوا عقدت، كيف كتشوفوا عقد لينا ريبي. غادي نضيفوه فوق من هاد الطبقه بهذا الشكل. نخليه حتى كيبرد شويه وعاد ندخلو الثلاجه حتى كيرقد مزيان، ومن بعد كنقدمو بالصحه والراحه.